مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن السناب شات، وتحديدا عن طريقة تنزيل بياناتك في السناب شات. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب أنه تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك للفيديو. في بداية طريقة تنزيل بيانات راح تكون عندنا إما من داخل التطبيق أو من المتصفح، اثنينهم نفس المبدأ، لكن الشيء أنه أنا وجهة نظري من التطبيق أسهل. ليش تروح تفتح بالمتصفح؟ فهما إذا نفس الخيار يكون عندك بريد إلكتروني ورقم هاتف حسابك مرتبط، وراح تنزل البيانات الموجودة. نقطة واحدة حبيت أشير إلها فقط، أنه تطبيق السناب ما يقبل عندك حسابين على نفس الهاتف. أكررها دائما، لأنه للأسف يوميا متابعين كثير عندهم حسابين ينحذف الحساب، وبعض الأحيان الجهاز. فحاولوا واحد من حسابات تحذفوها أو تحولوها لهاتف ثاني. والآن راح ندخل من التطبيق ومن المتصفح، أشرح لكم الطرق حتى أطلب بياناتي. راح أدخل على السناب شات، وهذا حسابي كي جي ال دي 123525. بعدها أدخل على الإعدادات، أنزل إلى أسفل، راح تلقون خيار بياناتي، راح تكون مسح البيانات. ننزل هنا بالأسفل بياناتي. طبعا أنا طلب مني اسم المستخدم وكلمة السر، ودخلت هنا هذه الصفحة. هنا لو حبيت أضمن الذكريات فتفتح الخيار وتصدير بهذه الصيغة من الملفات بهذا الخيار، وأشوف هذه كلها الأشياء اللي راح تتضمن: سجل الدردشة، سجل اللقطات، وسجل الدردشة، سجل المحادثة. هذا الشيء اللي أكثركم يبحثون عليه. لا تسجيل الدخول عادي، والتسوق، كل هذولا يعني مو ذات أهمية. وهنا سجل البحث، لكن أكثرهم سجل الدردشة راح يكون متضمن. أما الصور ما أعتقد أنه تنتقل، فقط الدردشة. وتكبس على التالي، راح تختار انت الوقت، وهنا ارسال. هنا اخذنا هذه الصفحة، تم انشاء البيانات في اكتوبر، قيد التنفيذ، وراح توصلك نسخة على البريد الالكتروني اللي مرتبط، وراح تقدر تشاهده. اما لو دخلنا من هنا من متصفح جوجل، فتدخل على سناب شات لوج ان. أخذني نفس الشيء لهذه الصفحة، هنا اشتراكاتي وبياناتي، نفس الخطوات، تقدر نفس الشيء next next next، لكن هنا باللغة الإنجليزية. أتمنى فدتكم بهالمعلومات. طلب لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أشير، تطبيق السناب من التطبيقات اللي ممكن تعطيك أرباح. لو كنت بلدك من البلدان المؤهلة للأرباح، فقط استثمر هالشي هذا. نزل فيديوهات، 3 طرق موجودة للربح. راح انزلكم هذا الفيديو بصندوق الوصف، شاهدوه. تحياتي ومع ألف سلامة، ولا تنسوني باشتراك ولايك.